أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من حصة البلاد اليوم. إذن اليوم اختتمت امتحانات شهادة التعليم المتوسط. إذن عموما مختلف التقارير ومختلف الأصداء تشير إلى أنها مرت بصورة عامة بصورة طبيعية لولا بعض التجاوزات خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاهدة مواضيع امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة بعد دقائق قليلة من تسليمها للمترشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أعاد الحديث مجددا حول دور هذه المواقع وحول ما يصفه البعض بالتشويش الذي يمكن أن تمارسه على المترشحين وعلى الطلبة الذين يجتازون هذه الامتحانات. ربما أمر آخر مرتبط أيضا بامتحانات البيام لهذه السنة ومتعلق أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي هو بعض الصفحات التي نشرت قبل الامتحانات مقالة إنها مواضيع مسربة، وتبين فيما بعد أنها مواضيع مزيفة ولا تمت بأي صلة للمواضيع الحقيقية. يبدأ التشويش ويبدأ الحديث عن الارتباك الذي يمكن أن تسببه مثل هذه التجاوزات في حق الطلبة. في حلقة اليوم نحاول الحديث حول امتحانات شهادة التعليم المتوسط لهذه السنة 2017 بصورة ربما نهائية وبصورة الحصيلة، كيف مرت، كيف كانت الطلبة، كيف كان الأسئلة، كيف مرت في مختلف ولايات الوطن، رفقة الأستاذ صدق الدزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إمباف. أهلا بك سيد الدزيري، ورمضان مبارك. مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، تقبل الله منا منكم. أمين. إذن هو امتحان بيام رمضاني آخر في الجزائر، بصورة عامة كيف شهدت وكيف تشهد على هذه الامتحانات، كيف مرت؟ شكرا على الاستضافة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رمضان كريم للجميع. الامتحان في رمضان هذه السنة صحيح له خصوصيته، لأنه ربما بالنسبة للجيل الجديد لأول مرة يشارك في امتحان في هذه الأجواء، لكن شيء طبيعي جدا بالنسبة للامتحان، ومر في ظروف عادية بالنسبة لرمضان، ليس عائقا يعني، إلا بعض الشيء بالنسبة للحرارة ربما في الجنوب، يعني بخصوصيتها تحتاج إلى مكيفات أكثر في الأقسام وتحضير الأجواء، وهذا يدخل أيضا في إطار تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد في نفس الامتحان. سوف نبحث في هذه المواضيع، مواضيع الحرارة ويعني والاختلافات المناخية بين منطقة إلى منطقة فيما بعد. من حيث التنظيم، كيف مر امتحان البيان؟ الامتحان مر بهدوء، مر بشكل طبيعي مثل بقية الامتحانات السابقة ومثل بقية السنوات، يعني من الجانب التنظيمي اللوجستيكي، من الجانب التجنيد الأساتذة المؤطرين، الكل كان في الموعد ومرت في شكل هادئ بالنسبة للامتحان وتنظيمه، هذا في عمومه. فقط بالنسبة لي الضجة اللي حدثت يعني في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة قبل عشية، يعني عشية الامتحان، نوعا ما أدخلت التلاميذ في ارتباك، أدخلتهم في بحث عن حقيقة التسريبات، لكن في النهاية هي مجرد إشاعات، مجرد تشويش، لا ندري في صالح من هذه ولفائدة من، لكنه للأسف في النهاية ربما أثار نوعا من الارتباك لدى فئة كبيرة من المترشحين. أكيد أن يعرض لك أو أن تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي مواضيع يقال أنها ستكون يعني مواضيع حقيقية، ربما هذا بناء على نفسية معينة من بكالوريا العام الماضي أين سربت أسئلة الدورة الأولى. هنا بقي هذا العامل النفسي مؤثر وحاضر جدا في امتحان شهادة التعليم المتوسط. حقيقة لها تأثيرات، يعني ارتدادات على نفسية الممتحنين، ويبقى ينتظر ماذا يكون، قد يقع له تشويش في تحضير، لكن التلاميذ الذين تمت مرافقتهم من طرف الأولياء، من طرف الأساتذة الكرام، بمعنى أنهم لا يستمعون إلى مثل هذه الأصوات ويكتفي بما عنده ويحضر نفسه، لأن في النهاية الامتحان هو كسائر بقية الامتحانات في القسم، بمعنى لا يخرج عن مواضيع ما درس، لا يخرج عن المقررات الدراسية، الأسئلة ليست بتلك الأسئلة التعجيزية الغريبة، كل من حضر
نفسه جيدا، سينال علامات جيدة حسب التحضير، حسب الجدية، حسب يعني المجهود المبذول من طرف التلاميذ، وبهذا المرافقة النفسية يمكن تجاوز مثل هذه الحالات، رغم أنه عندها تأثيرات على مجموعة من التلاميذ أكيد. هذا فقط للجنب التأثير. نعم، ربما جانب آخر في هذه القضية، أنه بعد لحظات قليلة من تسليم الأسئلة ظهرت المواضيع في وسائل التواصل الاجتماعي، والعديد من الطلبة يقول ها هو الموضوع أعطوني الحلول، ظاهرة ربما تتكرر وتتكرر وتتكرر. للأسف أنه هذا السلوك السيء المشين في كل مرة يعني يعاد يعني من جديد في كل امتحان في كل موسم. نحن نريد أن تكون هناك جرأة حقيقية وإقرار، تشريع يكون واضح أنه هذا يجرم مثل هذه السلوكات، وحتى أن نبعدها عن مدارسنا، ويكون أبناءنا التلاميذ في منأى عن هذه التشويشات، لأنه الممتحن هو في قسمه ويمتحن. بالنسبة للأجهزة الهواتف ممنوعة، وكل من تكون عنده وهنا المشكل سيد الزيري، هنا المشكل تغش. هنا يعني المشكل، هناك ضبط في التنظيم. وزارة التربية تقول أنها اعتمدت جملة من الإجراءات التي تحول دون إدخال هذه الوسائل الإلكترونية إلى قاعات الامتحان، وفي النهاية نرى المواضيع تسرب وطلبة يستنجدون يعني على المباشر بالغير حتى يعطوهم الإجابات. بالنسبة للتلاميذ أنا نأكد بأنه في معظم المراكز بل أغلبية إلى ما أقول كل التلاميذ لا يمكن أن يكون لديه هاتف نقال بين يديه يعني أثناء الامتحان، لكن صحيح واللي عنده كيفاش حتى تدخل يعني كيفاش تخرج الأسئلة الآن وتصور وتوزع في صفحات التواصل الاجتماعي، من قام بهذا؟ أكيد من داخل المدرسة أو بعد خروج الامتحان. من فعل هذا؟ الأجهزة الألمنية كما فعلوا في السنة الخامسة اللي كشفوا للزوج اللي نشروا في الأولين المواضيع، يمكن أنه حتى الآن حتى السنة الخامسة ما سلكتش يعني؟ ما سلكتش، هذا في السنة الخامسة لسنة امتحان الأخير يوم 24 مايو اللي ننتظر نتائج الجمعة القادمة إن شاء الله، ونتمنى كل التوفيق أبنائنا في نتائجهم. ما عدا هذا بالنسبة للهاتف، أما تصوير الامتحان أيضا ما يخفش عليك بأنه الامتحان هذا فيه تقريبا نصف مليون مشارك، والمؤطرين بكثرة والمراكز كثيرة، يعني مهما تحكمت صعب أنك تتحكم 100% في بعض السلوك النشيز، يعني السلوك اللي يكون معزول كسلوكات معزولة قد تقع. ونحن كمجتمع ونحن أيضا كنقابة يعني